معنا من بيروت الخبير في الشؤون الأمريكية ماريو أبو زيد. أهلا بك سيد ماريو عبر شاشة سكاي نيوز عربية. يبدو أن الرئيس المنتخب جو بايدن انتقل إلى مرحلة الهجوم، وذلك بعد تثبيت المجمع الانتخابي فوزه بالرئاسة. هل يمكن القول أننا وصلنا إلى نهاية المطاف، وبالتالي الرئيس الحالي دونالد ترامب سيقبل بالنتائج رغم ما كان يزعمه بأن هناك فبركة الأصوات، بأن هناك تزوير في الانتخابات وإلى ما هنالك؟ بعد رد جميع الطعون القضائية بشكل حاسم تجاه جميع الدعاوى القضائية والطعون الانتخابية التي تقدم بها فريق ترامب، بات واضحا حتى هذه اللحظة من قبل المحكمة العليا وكافة المحاكم على مستوى الولايات والمحاكم الفيدرالية التي رفضت جميع هذه الطعون بأن جو بايدن أصبح عمليا الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية. وقد رأينا بأن الرئيس دونالد ترامب كان سبق وذكر بأن في حال قام المجمع الانتخابي بتثبيت انتخاب جو بايدن فهو سيعترف بذلك، وكان ذلك نوع من الإقرار الضمني بنتيجة هذه الانتخابات. ولكن حتى هذه اللحظة وحتى النفس الأخير لا زلنا نرى بأن الرئيس الحالي دونالد ترامب ما زال يبرز هذه الصورة التي اتسم بها خلال فترته الرئاسية بأنه يحارب حتى آخر نفس في جميع القضايا، ولعل أهمها في الوقت الراهن هو موضوع هذه الانتخابات. فهو كذلك الأمر ما زال حتى هذه اللحظة وحتى السادس من كانون الثاني المقبل، الفترة التي سوف ينقل فيها نتيجة تصويت المجمع الانتخابي إلى المجلس النواب ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة لإعلان نتيجة هذه الانتخابات بشكل واضح، والتوجه نحو 20 من الشهر القادم من أجل تسلم جو بايدن لمقاليد السلطة. نرى بأن الرئيس الحالي دونالد ترامب ما زال حتى النفس الأخير يحارب ويصارع من أجل إثبات بأن كان هناك محاولة لتزوير هذه الانتخابات. سيد ماريو، قد تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن فبركة وتزوير. هل برأيكم نحن أمام أزمة دستورية في المرحلة المقبلة؟ مما لا شك فيه بأن هذه الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، فكان هناك العديد من التحديات التي واجهت الشارع الأمريكي في هذه السنة، خاصة جائحة كوفيد 19 أو كورونا التي أرست بثقلها على هذه الانتخابات. فكان هناك تعديلات كثيرة لقوانين انتخابية وآليات الاقتراع في الولايات كان بالتأكيد لها تأثير كبير في نتيجة هذه الانتخابات، وخاصة آليات الاقتراع عبر البريد. مما لا شك فيه بأن الإدارة المقبلة سوف تقوم بمراجعة هذه الانتخابات وتسعى مجددا إلى تثبيت هذه القواعد التي يمكن أن تواجه الشارع الأمريكي في أي فترة في المستقبل لأي جائحة أخرى أو مشكلة كبيرة يمكن أن تواجه آليات الاقتراع. وبالتالي لابد من إعادة النظر بجميع هذه القوانين والتعديلات على آليات الاقتراع التي حصلت خلال هذه الفترة الانتخابية من أجل تثبيتها وتحسينها في الفترة المقبلة، من أجل قطع الطريق على أي محاولات جديدة لاتهام الهيئات التشريعية بمحاولة تزوير آليات الاقتراع ونتيجة الانتخابات، خاصة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وذلك يشكل تاريخا طويلا للولايات المتحدة الأمريكية في الممارسة الديمقراطية التي لابد من تثبيت آلياتها. هذه نقطة مهمة تتحدثون عنها سيد ماريو. كما يبدو أن الناخب الأمريكي ربما فقد الثقة بهذا النظام الحالي، لا سيما بعد كل هذه الدعاوى و كل ما يجري بين دونالد ترامب وجو بايدن. هل هذه المسألة تتعدى فوز ترامب أو خسارة ترامب أو فوز بايدن أو خسارات بايدن؟ مما لا شك فيه فأن في الوقت الراهن هناك انقسام حاد كبير جدا في الشارع الأمريكي. فبالرغم من فوز جو بايدن بالأصوات الشعبية وبنتيجة هذه الانتخابات، نرى بأن الرئيس الحالي دونالد ترامب بخلاف جميع التوقعات نال رقما قياسيا من أصوات الناخبين الأمريكيين، وذلك بالتأكيد في الفترة المقبلة سوف يكون له تأثير كبير على الشارع الأمريكي، وسوف يكون هناك تحد كبير للرئيس المقبل بأن يعيد ويوحد الشارع الأمريكي. فقد رأينا في خطابه بالأمس كان يركز بشكل كبير على ضرورة وضع نتيجة هذه الانتخابات خلف جميع المواطنين والسعي إلى تحقيق الوحدة الأمريكية مجددا من أجل تطوير المرحلة مرحلة ما بعد الانتخابات والعودة لنهوض الاقتصاد الأمريكي خاصة بعد جائحة كورونا. هناك سوف يكون صعوبة كبيرة جدا تواجه الفريق الرئاسي الجديد. فلا شك بأن الرئيس الحالي دونالد ترامب له تأثير كبير في الشارع الأمريكي، سوف نرى نتائجه في الأعوام المقبلة. من بيروت الخبير في الشؤون الأمريكية ماريو أبو زيد، شكرا لك.